سورة الحجر آية 45، آية 45 سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعو، شوف بضم العين هكذا، وعيون، ما عدا المكي وابن ذكوان وشعبة والأخوان يقولوا إيه، الأخوان اللي هو حمزة والكذاب، يقولوا وعيون بكسر العين. إن المتقين في جنات وعيون، يبقى عندنا عيون وعيون. بعدما ذكر أن أهل النار فيها وأن النار لها سبعة أبواب، ذكر حال أصحاب اليمين وهم المتقين، فذكر أن المتقين في جنات وعيون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. تفضل يا سيدي. ادخلوها بسلام آمنين. ده نداء من الملائكة بأمر الله لأهل الجنة حين دخولها. والسلام يشمل السلام من كل مكروه وسوء، حتى السلام من إيه؟ من الفناء والموت، فيخلدون فيها ويخلدون. تفضل يا سيدي. ونزعنا ما في صدورهم من غل، والغل هو الحسد وحب الانتقام والغضب، كل ده مش موجود. والنزع يكون للمحسوس، والغل ليس محسوسا عشان ينزع، لكن في الآخرة كل معنى له يصير حسا، حتى الموت يصير كبشا يذبحه الله على الصراط. وله رمز في عالم المنام، فالعلم في عالم المنام لبن، في المنام ما تشرب لبن يبقى ده علم، مع ان اللبن ده معنى وليس حسا، العلم ده معنى. فكذلك كل معنى في الدنيا ينقلب الى محسوس في الآخرة. فالغل يبقى حاجة محسوسة كده، ربنا ينزعها نزعا، تبقى علقة سوداء في القلب ينزعها الله من قلوب اهل الجنة، فلا يتغاضبون ولا يتشاتمون ولا يتحسدون، فيصيروا احواله. ويبقى الانسان منزوع الغل في الدنيا يبقى هو من اهل الجنه. في ناس كده تبحث في قلبي لا تجده عنده غل لاحد، حتى اللي بيزعله بيسامحه، ما يحبش ينتهي من حد، حتى لو واحد ظلمه ما يطلبش حتى حقه، يتنازل وعايش كده مستريح في جنه، ولا راح لبوليس ولا اشتكى ولا عنده قضايا في المحاكم ولا اي حاجة. الناس ما تتنفسوا على حاجة في الدنيا سيبها لهم، سلام عليكم. في ناس كده، دول اولياء عايشين كده، لان اهل الجنة حالهم كده. واهل النار حالهم ايه؟ التخاصم بقى، التخاصم والتشاتم، حتى في الدنيا متخاصمين وفي الاخرة برضه هيبقوا متخاصمين. وان ذلك لحق تخاصم اهل النار، ولا تكن من اهل الخصام، والا يبقى في خصلة من خصال اهل النار، ومش هتدخل الجنة وانت في قلبك في خصام. لو مت والقلب لسه في خصام لابد تعدي على النار عشان الخصام ده يطلع منه، لان غير صالح لدخول الجنة وانت في قلبك خصام. عشان تبقى صالح لدخول الجنة لازم الخصام ده يتشال، شلته بدري بدري في دنيتك يبقى انت تموت تدخل الجنة على طول جاهز. ما شلتوش في دنيتك ومتخاصم وميت وانت مخاصم اخوك ومخاصم ابن عمك ومخاصم جارك ومخاصم صاحبك في الشغل ومخاصم مراتك ومخاصم ولادك، مخاصم الناس كلها، ايه ده؟ يبقى ده يموت ان شاء الله وهو مؤمن يدخل النار عشان الخصام يطلع، لانه لا يصلح ان يدخل الجنة بهذه الحالة، لا يصلح. زي ما يبقى حديد او ذهب وفي شوائب، تقوم تعديه على النار الاول لحد ما تخليه ذهب خالص، بعد كده يتحط عند الجواهرجي في الخزنة. انما طول ما هو كده تبر ومختلط بالتراب، عمر ما الجواهرجي يحط التبر في الخزنة،
لازم يعدي على النار الأول. كذلك فكل إنسان بقى إيه بصير بقلبه، اللي قلبه فيه غل يلحق ينظف نفسه قبل إيه، قبل ما يموت، لأنه لو مات والغل جواه هيعدي على النار، هيعدي على النار، عشان لا يصلح أن يدخل الجنة بهذه الحالة. في شوائب، وأهل الجنة دول جواهر، فلابد الشوائب دي تروح فين؟ في النار. قلبه في قسوة، القلب القاسي بعيد عن رحمة ربنا، إنما القلب الطيب الهين اللين اللي بيتسامع. النبي كان كده، النبي كان حلو كده، الناس تظلمه وتضربه ويقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. تعرف انت تعمل كده ومع كفار، واحنا بنقول لك اعمل كده مع المسلمين مش مع الكفار، فهمت؟ عشان تعرف حال نبيك كان ايه. فحال اهل الجنة في اللي هيدخلوا بغير سابقة عذاب معروفين في الدنيا، وانت شايفهم في الدنيا تلاقيهم ايه، متسامحين، متساهلين، متنازلين، سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. ويبقى هو اللي غلطان، الناس غلطانه في حقه، وهو اللي بيعتذر يقول لهم معلش ما تزعلوش منه، هو بيعتذر وهم الناس غلطانه في حقه. اه يبقى ده من اهل الجنه ده. فهمت ازاي؟ احنا شفنا ناس من اهل الجنه في الدنيا، شفناهم وتعاملنا معهم، هم من اهل الجنه كده. يعيش 80 سنه وتساله، تفتح قلبه ويكلمك ما تلاقيش عنده غل لبني ادم لمخلوق، مع انه ياما اتظلم وياما مش عارف، لكن هو مش حاسس انه اتظلم. من كتر تسامحه لا يذكر انه ظلم، من كتر تسامحه يعني ناسي. تيجي تقول له في حد ظلمك؟ لا لا والله ولا حد ظلم. تيجي تشوف انت سلسله حياته ليه مظلوم طول العمر، وتيجي تساله مين ظلمك؟ يقول لك ما حدش، ده انا زي الفل الحمد لله. هو ده جاهز كده، منزوع الغل، يبقى من اهل الجنه ولو كان في حياه الدنيا، يبقى عايش فيها، عايش في الجنه قبل ما يدخل الجنه، لأن جنة التسامح دي جنة بتمنع أمراض كتيرة، تمنع الضغط والسكر والتعب والأرق، وتفرغه للعبادة. يوم ما يقول الله أكبر ويقف يصلي يبقى خالص في صلاته، لا في قلبه تشاتم وهعمل إيه في القضية بكرة وهقابل فلان وفلان، لما ما عندوش الكلام ده خالص، فعبادته لله خالصة. وده حال الأولياء، أولياء الله كده وهم عايشين في الدنيا. يبقى تحقق بأحوال أهل الجنة وأنت في الدنيا تدخلها بغير سابقة حساب ولا عذاب. إنما اللي ما تحققش وهو مؤمن يقوم بقى يدخلها بس بعد سابقة حساب وعذاب. ده لو مات حتى على الإسلام والإيمان، ده لو مات، وإحنا شفنا الوقت ناس حافظة قرآن وكفرت وماتت على غير الإسلام، وكانت حافظة القرآن كله، كانت تقف في المحاريب إمام تصلي بالناس وتصعد المنابر تخطو فيهم الجمعة، وحجوا بيت الله الحرام وزاروا النبي وكفروا وماتوا على الكفر. فالايه المهم كله انك تموت على الاسلام، فربنا ينجينا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، والنزع يكون للمحسوس والغل غير محسوس، دل على ان كل معنى في الاخره له حس. عشان كده ربنا يجيب لك سبحان الله والحمد لله يحطها تملى الميزان، شفت قد ايه، لانها تصير محسوسه. ولا إله إلا الله يحطها في الميزان ترجح كل معاصي إنسان آخر، يجي سجلات بمعاصي كتيرة ولا إله محمد رسول الله يحطها في الميزان ترجح، مع إن لا إله إلا الله أنت بتقولها دي ليها وزن. طب قول لا إله إلا الله أنت واقف على الميزان كده، هيفضل وزنك هو 70 كيلو. وإذا كان وزنك 70 كيلو وقفت على الميزان قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، هيبقى طن ولا هيفضل 70 كيلو؟ يعني لا توزن، لكن عند الله توزن، عند الله ايه توزن يا سيدي. فربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا عنده وزن ببركة ايه حبنا للنبي، وببركة سرعة الاستغفار الى الله والانابة اليه والمسارعة والتسامح مع الناس. شوف الامام الشافعي كان ولي، بيت شعر قاله الامام الشافعي الناس لما قروه عرفوا ان الامام الشافعي ده ولي، يقول ايه، من نال مني او علقت بذمته أبرأته لله شاكرة منته. يعني هو برأ كل الناس اللي أخطأوا في حقه، مش عايز منهم حاجة. من نال مني أو علقت بذمتي أبرأته لله شاكرة منتي. أأرى معوق امرئ يوم الحساب أم أن أسيء محمدا في أمته؟ شفت الجمال؟ المعنى ده ما يقولوش إلا إيه، قلب أولية، فهمت؟ فالولي كده تلاقيه ما عندوش إيه، الناس تشتم فيه ولا كأنهم بيشتموا في الكرسي مش هو،
يبقى الناس بتشتم فيه وهو قاعد مبتسم، وبعد ما يمشوا يدعي يقول يا رب يا رب ويدعي لهم وهو مبسوط خالص مش متضايق خالص. اه دي احوال الاولياء، ولما تقرا في سيره النبي تلاقيه كان كده صلى الله عليه وسلم. فكلمة ونزعنا ما في صدورهم من غل مش ربنا بيحكيها لك كده وخلاص وتعديها وتقول اصل دي حال اهل الجنة خلينا احنا في الخناقة احنا. لا ده انت لازم تتحقق بيها في الدنيا قبل الجنة. لو تحققت بيها تبقى في جنة قبل ما تدخل، قبل ما تموت. جنة الرضا، جنة التسامح، جنة حب الخير للناس. دي جنة تانية، واخد بالك؟ لا يشعر بيها الا ايه؟ اهلها. ونزعنا ما في صدورهم من غل، لكن أهل النار إيه؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، في خصام. فهمت؟ وفي غل، وفي حقد، وفي حسد، وفي تباغض، تلاقيه عايش في النار قبل ما يدخل النار، قبل ما يموت هو عايش في النار. على نار الحسد والغل والحقد وعدم الرضا وعدم القناعة، ويلهث وراء الغائب اللي هو مش مقدور له أصلاً. معلق قلبه بغير ما قدر له، فيعيش طول عمره تعيس ومحروم. مش حاسس بايه؟ بعطاء الله له، في حين ان ربنا اعطاه اشياء مش واخد باله منها. عشان كده لما يقول الحمد لله يقولها ايه؟ بلسانه مش بقلبه. عمره ما بيقولها بقلبه لان هو مش مدرك نعمه الله عليه. فناخد بالنا من ايه؟ هو لما ربنا بيوصفك احوال اهل الجنه بيوصفها لك يعني علشان ايه؟ تاريخ يعني؟ وبعدين تقفل القران وتروح تفضل زي ما انت بتطبع، ولا علشان تتحقق بيها؟ عشان تتحقق بيها يا سيدي. ولا لما يوصف لك احوال اهل النار علشان تتجنبها بدري بدري وتكافح نفسك. مش عايزين نقرا قران وخلاص وانا ختمت كم ختمه وبعدين يفضل زي ما هو معلول العله والامراض هي اللي فيه في قلبه وفي طبعه وفي سلوكه. لا، اقرا قران بعين تانية. فاهم؟ اقرا قران كانه نازل ليك انت، مش تقرا قران ونزعنا ما في صدورهم من غل وانت تذكر مين رئيسك في العمل اللي مضايقك، تقول شوف قلبه فيه غل. كأن أنت بتوقع القرآن على غيرك، وأنت يعني ما شاء الله سيدنا جبريل وملك من الملائكة ما شاء الله. في ناس كده تقرا الأشياء ما توقعش على نفسها، توقع على غيرها. لكن هو بريء وهو مجرم. فهمت إزاي؟ لا، اقرا القرآن اوقع على نفسك، ما توقعش على غيرك عشان تستفيد. فهمت؟ لأن أنت لا تملك قلب غيرك، لكن تملك قلب نفسك. تقدر تغير نفسك، لما تقدرش تغير غيرك. والقرآن نزل ليغيرك، مش ليغير غيرك. كل واحد مسؤول عن نفسه. فهمت بقى؟ فلا توقع القرآن على غيرك، ولكن اوقعه على نفسك. إن الإنسان إيه؟ على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يلا يا سيدي. لا يمسهم فيها نصب وما ايوه، لا يمسهم في الجنه يعني نصب، يعني عناء ولا تعب. والنصب هو ايه؟ اي تعب سواء كان تعب بسيط او شديد اسمه نصب. كلمه عامه لكل تعب وهم يسموها نصب، كلمه عامه، سواء كان قليل النصب او كان سهل. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، يعني خالدين فيه. تفضل يا سيدي. يلا يا سيدي نبئ عبادي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أيوة، نبئ عبادي. أبو جعفر يقراها إيه؟ نبي عبادي بغير همس. أبو جعفر المدني دي قراءته كده، نبي عبادي. بأني باقي القراء يقرأوها بالهمز، نبئ عبادي. نبئ يعني أنبئ، أخبر. أني أنا الغفور الرحيم. المدنيان والمكي وكذا أبو عمرو البصري يقول إيه؟ نبئ عبادي أني أنا. عبادي أني أنا بفتح ياء إيه؟ المتكلم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يبقى ربنا هو بيتودد بينا ومن رحمته سبقت غضبه قبل ما يخبرنا إن عذابه عذاب أليم. قال لا، ده أنا غفور رحيم الأول. يبقى رحمته سبقت غضبه. فهمت؟ نبئ عبادي أني. إذا كان ربنا بقى غفور رحيم، خليك أنت كمان غفور ورحيم. اغفر للي ظلمك واغفر للناس
ويرحم ايه الصغير والكبير، علشان تتخلق باخلاق الله عز وجل. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخلقوا باخلاق الله؟ ربنا كريم خليك كريم، ربنا عفو خليك عفو، ربنا رحيم خليك رحيم، ربنا ودود خليك متودد لخلق الله، وهكذا. يلا يا سيدي. وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. من لم يتخلق بالمغفرة والرحمة حيت إيه؟ هيلاقي العذاب الأليم على طول. لأنه إيه؟ الثواب من جنس العمل. هتحسن للخلق ربنا يحسن إليك. أحسن كما أحسن الله إليك، مش كده برضه؟ تحسن للخلق ربنا يحسن إليك، تسيء للخلق يساء إليك. على طول. كما تدين تدان، زي ما النبي قال كده، كلمة عامة جميلة. كما اعملوا ما شئتم كما تدين تدان، اعمل اللي أنت عايزه، بس زي ما اللي أنت بتعمله في الناس هيتعمل فيك إن شاء الله. فإذا أردت أن يفعل فيك خيرا فافعل الخير للناس. نسأل الله السلامة. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وفلان ذكري الغافل.